السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين قناة خديجة أم فاتي. تنقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله حطيت لكم الفيديو هذا أنا كيفاش كنظف الدجاج ديالي ملي كنجيبو من عند مول الدجاج. أنا جبت هذا جوج ديال الدجاجات، فكانوا من وزن تقريبا 3 كيلو. إلا كانوا غلا تنقطعهم هكايا، قطعتهم من راسي على فكرة. الفيديو كيفاش قطعت راه تسيبري مالية للأسف، ولكن راه هكا تقطع يعني عادي، قطعوا دجاجة كل واحد وعلاش يعني على المقدار اللي بغى. انا قطعت على التشكيل هذا، فدرت داك البانيو، درت فيه تقريبا ديك الخنشه ديال الملحه اللي كنجيبو النص ديالها، ودرت 4 كاس تقريبا ديال الخل. درت الخل في الاول، شوفوا شنو كيخرج لينا هذاك الخل والملحه، فتيخرج لينا داك الدم وكل شيء من الدجاج، كتخلصوا منه بصفه نهائيه، ولا رائحه كتبقى في الدجاج ولا حتى شي حاجه. سرت لكم الفيديو وتنحيد لي داك الشحيمه وداك الجنيبات كلهم، تنقطعهم بحال هكا وكنحيد لي الجلده. رانا كيما قلت لكم قطعته يعني راسي بيدي، وتيبري ماليا الفيديو للاسف. كيما قلت لكم تنظفوا بحال ما هكا بهذه الطريقه هذه. فقلت لكم تقريبا 4 كاس ديال الخل مع نص خنشه ديال الملحه كنخليه، درتو فيه وخليته تقريبا شي 4 ساعة هو مرقد فيه، باش كتخلصو من داك الدم وهذا اللي كيكون في الدجاج، وداك الريوق اللي كنا كنعرفو في الدجاج الرومي. وكنبقى نغسل فيه بهذه الطريقة هذه كيف ما كتشوفوا معايا. طريقة يعني انا كنغسل الدجاج، هذه هي طريقتي ديالي المعتمدة عندي. فصراحة الله كنقي الدجاج انا مزيان، ما كنشكرش راسي، ولكن كنقيه مزيان مزيان مزيان، وحيد الجلده كما كتشوفوا معايا. اللي بغى يخليها فله اختيار، انا حيدتها، خليت غير بشي شويه من الفوق في الرجيلات وفي الجنيحات، طبعا ما نحيدوهاش. كيف ما كتشوفوا معايا حيدت هذاك الماء الاول، درت الماء الاخر، ورغم ذلك شوفوا شحال كيتجبد ديال هذاك الخل مع الملحه، فكيجبد لينا داك الدم وكيتغير حتى الدجاج كيتغير لي اللون ديالو، تولي زوين، وداك الزفر وحتى حاجه ما كتبقى فيه. كيما قلت لكم كنحيد الجلده اللي من هذاك الطريفه، تنخلي شي شويه في الرجيله من الفوق او صافي. وغادي نوريكم كيفاش كنجمدو في المجمد، وكنجبد اللي احتاجيت منهم كنجبدهم، كنحيد هاد الشحيمات الجلده منهم. منها صراحه الله هي طريقتي انا في الدجاج، ما نكذبش عليكم، يعني الدجاج خص يكون نقي، نجيبو من عند الجزار الا كان الدجاج فيه شي زروقيه من هنا ولا من هنا ما نقبلوش البنات. يعني هكا انا مع الدجاج، عزيز عليا الدجاج نقي، كنجيب راسي كاين يذبحو قدامي. او وصراحة الله هذاك اللي كتجيب شي دجاج فيه من الزفار وما تيتغسلش مزيان وهذا، ما كيجي حتى الطياب ديالو كيجي فشي شكل، كيجي واخا تعيمه تعطري فيه وهذا كيجي فيه يعني الزفوريه ما كيجي زوين. كنستمر بالطريقه هذه في الدجاج كامل ديالي، كنغسل كنحط الشبكه حدايا كيف ما كتشوفوا. انا قلت نشارك معكم طريقتي وصافي. نتمنى يعجبكم الفيديو البنات، ولا يعجبكم ما تنساونيش من اللايك والاشتراك، واللي ما شاركش عندي تنقول لي شارك فضلا منك وليس امر. نتمنى ان شاء الله طرق لكم الفكره ديال البنات اللي مبتدئات ولا هذا. فالدجاج البنات راه اخواتي ضروري تغسلوه مزيان باش تكونوا عارفين راسكم شنو دايرين. غادي ندير ثاني مره اخرى، المره الاولى درنا الخل والملحه، هذه المره هذه غندير شويه ديال الملح ما كثرش بزاف، وغادي ندير الحامض. الحامض غادي نعصره وغادي نقطعه طريفات باش كيعطينا الريحه اللي كتكون زوينه في الدجاج. كديري كاع ينشف الثلاجه لتحت، كتحلي هذيك الثلاجه ما كيعطيناش هذيك الزوريه، كتكون ريحه زوينه. حنا عارفين الحامض فعنده ريحه زوينه، شوفوا كيفاش كيكون البنات، وحتى اللون ديالو كيتغير كيما قلت لكم، كتخلصي من داك الدم وداك الزفوريه ديال الدجاج وداك الخيوط اللي كيكونوا فيه، ما تبقاش فيه حتى حاجه. هذه هي طريقتي ما نكذبش عليكم، انا نتمنى تكون هذه الطريقه اللي يديروها كاع البنات، انا عارفاهم راهم حادقين ما شاء الله عليهم، غير هذوك المبتدئات ولا كنحاولوا تنمس هذاك الحامض بيديا حتى تدير، وعاود نقطع هذاك الحامضه تقطعيها باش كتعطينا ديك الريحه، لانه القشور ديال الحامض هما اللي كيكون فيهم ديك الريحه الزوينه. غادي من بعد ما قطعته بحال هكا نخليه ثاني يبقى تقريبا شي مده نص ساعه ولا هكاك، وعاد غادي نحيد لي داك الماء ونحطه ان شاء الله ينشف، ونبرمو هكا على جهه
ايوا بيني وبينكم صافي ناقصي ضروري نظف لافابو، ما بقاش نتسنى حتى ينشف لي الدجاج. هاد الكبيدات غادي نخليهم تما على جنب لانه وراهم داير المخل والملحه، فغادي تصبنوا مساكن. شفتوا الكبده كيف ولات؟ ما بقاش انا نتسنى حتى يسال حتى ينحيد الدجاج بمره، غادي ننظف لافابو. صراحه الله ما الحوت وسميتو الدجاج، فكل مره كنبقى ننظف في لافابو ما كنرتاح صراحه الله. وكنجيب جافيل وكنجيب الضيف اللي عندنا كننظفو بالكوزين ديالنا طريقه عاديه. انا غير ما بغيتش نقطع الفيديو فخليت كل شيء على يعني تشوفوا كيفاش كندير. كنشد المنظف كنديرو هكاك على لافابو. وهاد القرعه هادي عندي تنشري 5 لترو ديال جافيل، وكان هذيك فهاد الحجر الصحي صراحه الله كنستعمل جافيل بزاف. كنشد قرعه هكا عاديه ديال المناضه خاويه وكنخوي فيها جافيل، كنثقب هذيك القرعه من الفوق من الغلاقه ديالها حيت كنستعمل جافيل بزاف بزاف. والطريقه زوينه بحال هكا عوض باش دير ديك الحلفه، كنديروا ديك السربيته اللي كنمسحوا بها الطابله هي اللي كتغسلوا بها لافابو، فكتكوني هذا باش تطلع ديك الريحه زوينه. ماشي صافي هنا كيف مشيتو معايا، قلت لكم ما تنبغيش نخلي انا نبقى مخليه لافابو الريحه، وداك دابا الصيف ف الروايح هذا مسبق. غادي نشلل هكا لافابو ومن بعد عاد غادي نحيد داك الدجاج من داك الماء والحامض وشويه ديال الملحه. الملحه تقريبا درت دابا شي جوج معالق كبار ديال الصوبه. صافي نغسل البوطاجي او لافابو قدامي باش ما نبقاش نخلي ديك الروائح، وغادي ان شاء الله نكمل باش غندير منه طويجين. هاد الدجاج هذا كيما قلت لكم غندير منه طويجين هكا نتغداو به ان شاء الله. كنحتاجو هكا سميتو الدجاج كيكون مقطع لينا ومقطع نقطع ندير معاه البصله. ان شاء الله غنديرو غير بالبصله والزبيب، عارفين هاد الوقت هذا الحمد لله البصله موجوده وكيجي زوين. غادي نقطع بصيله نديرها من التحت ان شاء الله، وغادي نوريكم الدجاج اللي كندير انا. الدجاج ملي كيكون باقي جديد فما ديروش هذوك الجوايه كيكونوا قاصحين، ما كيجينا زوين كيجينا قاصح. غنوريكم الطريفات اللي غادا ندير ديباني بهم حتى يكون رطب لينا الدجاج. هذيك الساعه كديري اللي بغيتي. كنقطع هكا درت نص بصله كبيره هي اللي درت قبالتكم، وغادي نجيب الدجاج ديالي اللي غادا نستعمل دابا، ولكن غنختار غير هذاك الطريفات اللي رطبين غنوريكم البنات. بالنسبه كتحيروا ما ديروش يعني الصدر ديال الدجاج راه كيكون قاصح غادي غير تخسروه ما غيتكل ما والو. فاللي صالح الدجاج كيكون جديد حنا غسلته خليته تقريبا راه بقى شي ساعه بحال هكاك. كنديروا فقط الجنايه وحات يكونوا رطبين الا بغيتوا تستعملوا دجاج جديد، وهذوك العنيقات وهذوك الضلوع حتى هما تيكونوا رطبين. المهم انا كنوريكم بالنسبه للمبتدئات اللي ما عارفينش تيكون رطب بحال هكا. كنبعدو من الصدر حتى الرجيله وداك الشيء نخليو حتى من بعد حتى ينشف لينا الدجاج عاد كيولوا زوينين. كنقلب دابا على الطريفات بحال دابا الصدر الا ما غاديش نديروه كيكون قاصح دابا. واخا تعيي ما ديري لي داك السكينجبير والملحه وداك الشيء ما كيرطابش لينا. كنديروا غير هاد الطريفات الرطبين اللي كيكونوا رطبين بحال هكا كيجيونا زوينين. صافي حنا تقريبا الطاجين غنديروا على قد تقريبا 4 ديال الاشخاص فقط انا وليداتي، وغنديروا بالبصله والزبيب كيجي زوين. حتى هاد الطريفات رطبين كنقطعوه هكا على جوج وكندير حتى هما بحال ما هكا كيما قلت لكم. وهذوك الطريفات ديال الحامض رشوا مع الدجاج راه خليتهم معاهم صفيتو خليتهم معاهم باش يعطينا الريحه الزوينه. وصافي غنصب داك الطويجين ونوريكم كيفاش غنجمد الدجاج ان شاء الله. الدجاج من بعد ما نشف ليا غادي نديرو في المجمد. جبت بلاطو ديال البلاستيك طبيعه الحال غيكون ضروري ديرو بلاطو ديال البلاستيك. انا عندي هذا مثقب كندير فيه يعني كنشف فيه النعناع ولا الربيع ولا شي حاجه بحال ما هكاك، ولا كندير فيه شي حاجه بغيتها تنشف. فدرت فوق منه هذاك الكيس بلاستيكي وغادي نشطف الدجاج. بالنسبه لهذا لكم الاختيار ممكن تقطعوه طريفات اصغر من هادو هانتوما شفتو معايا. مثلا الا بغيت نحتاج منهم شي طرف كبير ولا صغير فكيكونوا ديك الساعات راك عارفه راسك اش دايره. علاش درنا الطريقه بحال ما هكا نديرو في المجمد؟ بالنسبه ليا
فاش غادي نجمع ان شاء الله في اما في كيس بلاستيكي اما شي بواطه كبيره ونديرها في المجمد حتى يجمدوا لنا في الفريغو، وعاد غادي نهزهم وحده وحده وغادي نديرهم في الكيس بلاستيكي او باطه كبيره. انا كندير صراحه لاصوبيره كبيره اللي غتهز لي هذاك الدجاج او اللحم، حتى اللحم كندير له الطريقه هذه، وكنبقى في الطياب ديالهم كنطيب داكشي اللي انا بغيت، وكنتفنن على الدجاج مثلا هذا نخلي الرجيلات بحال ما هكا مثلا، والاخرين نقطع منها باش نبغي ندير شي وصفه كيكون عندي كلشي مقاد ما كنحيرش. هذه راه لا مقطعه، هذه لاصقه مع اختها وكذا، فهمتوا؟ انا عندي دجاج كتير، غندير ان شاء الله جوج ديال البلاطويات، شتو بحال هاد الطريقه هذه، وغنديرو في المجمد حتى يجمد تماما، تخليوه يبات ولا يضل صافي، ومن بعد غتجمعوه في شي بواطه. انا كندير صراحه لا في بواطه اولا كيس بلاستيكي ليكم اختيار، واحدة واحدة يعني طرف بطرف، ملي كتحتاجو كتجبدو كتصيبو كتجيكم سهلة الاستعمال ديالها. وغادي نغطيه بواحد الكيس بلاستيكي من الفوق، وعاد غنديرو في المجمد، ما ديروش تخليوش ليه هكاك اللحم عريان وديرو في المجمد، فلا ضروري تغطيوه، وغنديرو في المجمد ان شاء الله، ونجمعو كيما قلت لكم في كيس بلاستيكي او صوبيرة، ونبقى نستعمل منو اللي بغيت. هو الطويجين كاين اللي درت معاكم وجدتو، درتو البصله والزبيب، ورشيت من الفوق الزبيب، ودرت شويه القرفه من الفوق صافي، وشويه الملحه الى على حسب الذوق ديال كل واحد. وهو الطويجين، وهادشي اللي كاين البنات. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك، المشاركه عندي تنقول لي شارك. شكرا لكم على التفاعل ديالكم معايا والمشاركه، شكرا لكم كاملين. هذا هو الطويجين ما شاهيتكم فيه، كنتمنى القاكم الفيديو الجاي في احسن حال واحوال.